الصالح وتلاقي فيه المعطوب. ولا حد يقدر يوم يغير المكتوب من نبت واحد وتلاقي فيه الصالح وتلاقي فيه المعطوب. وابن جاحد ما يعجبوش غير حاله كتير. واحد ما يعجبوش غير حاله بالمقلوب حكايات بيسمعها الحجر من كتر حزنه يدوب. في ناس كده تموت في الخيانة وناس تعيش على الضمير وناس وجودهم سد خانة ودول تشوف من
سلوى افتح يا ثابت، لو ما فتحتيش الباب هكسرهولي. في ايه؟ في ايه يا ثابت؟ ايه اللي كان اخش الصبح كده؟ يعني ايه؟ نمتوا بدري؟ اه، ومن فضلك بقى امشي عشان الولاد ما يصحوش. اصل انتي وحشاني وحشاني قوي وجايه بات عندك. اوعى كده يا اخي، اتكل على الله بقى. ايه تنسيت ان انا جوزك ولا ايه؟ جوزي؟ اطلع بره وما تجيش هنا تاني. معلش انا غلطان وجاي اصلح غلطتي. غلطان في ايه ولا ايه يا اخي؟ ده انت ما بتمشيش غير ورا نزواتك، انت مش شايف ان ده هنا ليا؟ طب هنيني بس، سيبيني ابات هنا النهارده. ما اقدرش اهينك يا ثابت، بس على فكره انت راجل مش محترم. انا مش محترم يا سلوى؟ اه يا ثابت مش محترم، وما تخلينيش اقول اكتر من كده. ليه؟ ما تقولي، هو فاضل ايه ما قلتهوليش؟ سيبيني بقى. رايحه فين؟ سيبيني يا ثابت، بدل ما صوت ولا من الناس عليك بقى. خلاص انا بقيت غريب جوه بيتي مع مراتي وولادي؟ هي وصلت لكده؟ سيبيني يا ثابت بقى. لا انت نسيتني خالص، العيد ده يا ماجد. ليه بتقولي كده؟ فين يا حبيبي هدية العيد؟ هي فيلة مريم ما تنفعش هدية لكل سنة؟ يا حبيبي دي هدية كلنا بنستخدمها يا ماما، احنا دافعين فيها ملايين، ثم انا كاتبها باسمك وده كان طلبك. يا حبيبي انت جبتها قبل العيد، يعني دي ما تكونش الهدية. طب اصبري بس عليها شوية حبيبتي كده، عشان في ظروف الفترة دي. يعني ظروف ايه بس يا حبيبي؟ انا ساحب فلوس كتير وثابت كمان، والمجموعة خسائرها جامدة قوي. في ايه؟ سلامتك يا باكي. في ايه؟ مش قادرة. مالك في ايه؟ طب انا هخليهم يعملوا لك حاجة سخنة بس بالراحة. في ايه مالك يا ماما؟ طب واحدة واحدة. قولي برافو مامي. نو قولي. طب هتبص الأول تلعبوا؟ بصي بقى يا سلوى، أنا سبتك يومين أهو لحد ما هديتي خالص. أصل يعني بصراحة ما كانش في داعي يومها تخرجي متأخر قوي كده من البيت، ده كلام برضه يا سلوى. يا ماما أنا قلت لك قبل كده إن هو كان سكران، خفت على نفسي وعلى الأولاد وجيت لك هنا. وأنت كنت عايزاه يموتنا ولا حاجة؟ لا يا حبيبتي بعد الشر. ماما وانت زعلانه ان انا جيت لك هنا ولا حاجه؟ لا طبعا، انت عارفه عمك فؤاد ما بيحبكيش تيجي غضبانه، ده هو زعلان قوي على الطريقه اللي خرجتي بيها من البيت غضبانه. بس انا ما كنتش غضبانه، انا كنت هربانه يا ماما، هربت انا والاولاد. ازيك يا سلمى؟ اهلا. بعد اذنك يا روحي. بعد اذنك يا روحي. كده. هي فاكرة ايه؟ اللي عملته ده غلط في غلط، انا مقدرش اشجعها على كده، انا مش هتساب، اللي عملته ده عيب. وبعدين ما يتجوز ولا ما يتجوز، هي مالها؟ ما تقعد في بيتها زي الستات المحترمة. افهم يا زيزي، انا شغلي كله مع المجموعة، لما الهانم تغضب مع ساب البيت جرة قلم تخسرنا الجلد والصب.
ازيك عامله ايه؟ السيده نورت. منوره باهلها. مالك في ايه؟ يا ترى عم الحاج موجود؟ حتى لو مش موجود بيتي فوق مفتوح لك. مالك؟ مفيش. رحمه انا عايزه عم الحاج ضروري. طب اهدي يا حبيبتي، اهدي وتعالي انا هوديكي عنده. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ عمو ابص ايدك يا عمو، عايزه اطلق. خش خش. يا عمو دخل عليا سكران، خفت منه على نفسي وعلى الاولاد وسبت له البيت ومشيت. استغفر الله العظيم. الحمد لله يا بنتي ان ربنا بعدك عنه. اسمعي يا سلوى، انا عايش هنا لوحدي، هتقعدي معايا انت والعيال، ان شاء الله نعيش احلى عيشه، ما تبقوش محتاجين حاجه ابدا. يا ريت يا عمو يا ريت. وثابت ده حسابه معايا بعدين. ايه يا سمير بيه؟ اهلا يا ماجد، تعال اقعد. خليك مكانك اقعد، انا حاضر. يا راجل اقعد على المكتب وانت موجود برضو. يا سيدي مش فارق، اقعد بقى اقعد. ماشي نادينا قعد. اقول مفيش، انا جالك النهارده عشان عايز اسالك في حاجه. عايز اعرف حساباتنا فيها قد ايه وممكن تطلعني منها قد ايه. حوالي كام مثلا؟ 350,000. لا صعب، في الفتره دي ما اعرفش اوفر لك المبلغ ده. بس خليني اقول لك على حاجه، انا جهز لك شويه ورق تمضيه لنا عشان نعرف نوفر المبلغ ده ليك بعد كده. ماشي، بس والنبي بسرعه عشان اختك بتطلب الحاجه وعايزاها في ساعتها. لا يا ماجد، قولها تصبر شويه، احنا مش ماسكين فانوس سحري. قولها انت، لحسن هي ما بتصدقنيش خالص. طب اسمعني بتركيز وفي نفس الموضوع. طبعا انت عارف يا ماجد ان احنا عندنا نقص في السيوله، وبيع الفيلا كان هيغطي احتياجاتنا من الكاش، وده ما حصلش. نعمل ايه بقى في بابا؟ ملناش دعوه دلوقتي بقى بابا. اسمع، انا عندي راجل ممكن يحط لنا دلوقتي على الترابيزه 50 مليون جنيه ويبقى معانا. يبقى معانا في ايه؟ في المجموعه. وده هياخد ايه مقابل ده؟ راحت 5% من المجموعه وعضويه مجلس اداره. ده مين ده؟ اسمه عباس سعيد. ليه ما نعملش مصنع زي مصانع المجموعة؟ عشان لو عملت كده يبقى لازم اخد قرض من البنك، وانا ما بحبش اشتغل بالاجل. يا حاج ده انت اسمك لوحده يخلينا ناخد بالاجل واحنا اللي نحط الشروط. تضمن حركة السوق بكرة؟ لا، محدش يضمن حاجة. يعني عايز نبني مصنع كبير ونقعد نجري يمين وشمال عشان نبيع ونوفر القسط، والاخر ما ندفعش القسط وادخل في فوائد؟ انا كنت فاكرة ان كل المشروعات الاستثمارية قايمة بقروض البنوك. هو ده صحيح، لكن انا مش بعمل كده، انا بحب امشي واحده واحده. بعدين انا لو عملت قرض وخسرت انا هخسر المشروع كله، وانا مش بحب اشتغل في الخساره. وايه بس اللي هجيب الخساره لا سمح الله طالما المشروع مدروس كويس؟ عندنا مشكله كبيره قوي يا حاج. مشكله ايه؟ كفر الله الشر. مش عايزين يدونا التراخيص عشان مواصفات الامن الصناعي. ليه؟ هما طالبين حاجة غير اللي احنا عاملينها؟ مش عارف يا حاج، يعني عايزين يعطلونا. ايه نقفل يعني؟ والله يا حاج هو ده الكلام اللي قاله لي في مكتب الوزير. طب واللي قالوا لك دول رأيهم ايه؟ رأيهم انك تطلع بنفسك على مكتب الوزير. ازيك يا نوح؟ ادخلي. مفيش حد، ادخلي واقفلي الباب. ولما مفيش حد هنا انت قاعد بتعمل ايه؟ ولا حاجه، جيت ادور على حاجه في اوراقي. انا عارفه انت جيت هنا ليه. ليه؟ عشان الولاد وحشوك. معلش حبيبي، بكرة الأمور تتصلح وناخدهم يعيشوا معانا. مش ممكن، صعب جدا. ليه صعب؟ هي عايز تتطلق، طلقها وشوية وهتتجوز، وبعدين نقدر ناخد الولاد يعيشوا معانا. وبعدين حبيبي أنا بحب الولاد قوي، وخصوصا ولادك أنت. بجد ده ممكن؟ آه طبعا ممكن.
انا ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطرك. يا ريت يا نهى، الولاد وحشيني قوي، مش عارف اعمل ايه. معلش حبيبي، بس انا عايزك تبص لشغلك شويه. حبيبي انت بقالك كتير قوي ما رحتش المجموعه. مش قادر، عندي حاله قرف ومليش نفس لاي حاجه. انا هحللك كل حاجه. بالشكل ده المصنع خسران خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. طب والحاج كان عامله ليه؟ الحاج كان بيعتبر المصنع ده زي زكاة المال، وكان بيبعت كتير منه للجمعيات الخيرية. لا، اللي عايز يطلع زكاة يطلعها فلوس، المصانع دي لازم تكسب. طب ايه الحل؟ احنا ممكن نبيع المصنع، وبيتهيألي ان قيمة بيعه ممكن تغطي عجز الميزانية اللي حصل السنة دي. عجز؟ والعجز ده جه منين؟ العجز بيجي بقى لما يكون جانب المصروفات اعلى من الايرادات. ازاي الكلام ده؟ ما هو مصروفات حضراتكم الشخصيه ومشترياتكم، الفلل والشاليهات والعربيات، ده غير كمان مصاريف تطوير المجموعه، عاملين حوالي 20 مليون جنيه. ده احنا كمان عاوزين نقدم على قرض يساعدنا في تطوير المصانع بتاعتنا. انا موافقه على موضوع القروض، بس لازم ندرسها الاول. احنا عاوزين قرض 100 مليون جنيه، ودي دراسه الجدوى بتاعت المشروع. وفيها ايه لما تروح يا حاج؟ لو المشكلة مشكلة قانون أروح له ما عنديش مانع، بس أنا حاسس إن الحكاية فيها دهاليز تانية وأنا ماليش في الكلام ده. على فكرة الراجل ده مش دغري، وهتلاقي المشكلة مش قانونية. هو ده اللي أنا عاوز أفهمه. تحب أسألك الناس بتوعي اللي بيشتغلوا عنده في الوزارة؟ والله يا ريت، بس المهم نفهم. كلام معقول برضه. اهلا وسهلا يا باشا، ازاي سعادتك؟ معاك اخوك فتحي كرامه. والله وحشنا يا باشا قوي. عايز اسالك سؤال كده وتجاوبني عليه. كنت عايز اعرف بس مشكله ابراهيم الطيب ايه؟ ها؟ ايوه يا باشا. لا لا لا، كاني ما سالتكش، ما اتكلمناش خالص يا باشا. ماشي يا باشا، مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. العملية مقفلة على الآخر، المشروع بتاعك مش هيمشي حتى لو كنت ماشي قانون. مش هم عاملين لك مشاكل عشان مفيش مخازن مطابقة للمواصفات؟ آه. طيب أنا عندي المكان، وكمان عندي المقاول اللي يخلص كل حاجة ويظبط المخازن ويعمل لنا التراخيص. هيبدأ من بكرة. اديت له عربون وقلت له مش هديك بقية فلوسك إلا لما تسلمني ترخيص في ايدي. ايه الكلام ده؟ فاكر حتة الأرض اللي كنت اشتريتها أنا وجمال الله يرحمه؟ لا طبعا فاكر. هي دي تلمستك؟ وهو أنا علمتك حاجة؟ لا، ده أنا الفترة اللي أنا اشتغلتها معك دي اكتسبت فيها خبرة بكل السنين اللي أنا اشتغلتها. طيب يا ستي، طلباتك عاوزة كام في المخزن ده؟ دخلني معك شريك. بس انا عمري ما شاركت حد. ما انت كان معك شركة في المجموعة. عيلتي. وانا مش عيلتك. لا طبعا عيلتي، بس يعني انت مصرة على الشركة دي؟ مش احسن لك تأجري المخزن وتجيلك فلوسك وانت قاعدة زي الملكة؟ أنا مش عايزة أقعد زي الملكة، أنا عايزة أبقى شريكتك. طب خلي بالك بقى، أنا بتدخل في حياة شركائي. وأنا موافقة، منك أنت بالذات وعلى أي حاجة. Thank you.
حالكم ها؟ حاجة حلوة أوي. الله ينور يا باشمهندس. ها؟ إيه رأيك في السرعة دي؟ سرعة كبيرة جدا. كمان المقاول اللي أنت جايباه يظهر عليه شاطر وعارف شغله كويس. الحقيقة أنا دورت وتعبت أوي لحد ما لقيت الراجل ده. لا 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 ما تبصليش البصة دي، ما يغركش إني ست، ده أنا شاطرة بتاعت شغل. وجدع كمان. تشكر. وبتعرفي إزاي تخلي الناس تحبك. أنت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بجد طبعا يا حبيبتي. تشكر يا زوق. هيرخصوا غصب عنهم وبالقانون كمان. وبعدين طيب هي بنت عبد الله قلبت لك دماغك ولا ايه؟ والله رجعتني شباب تاني يا حاج. الشباب قوة، ليت الشباب يعود يوما. هو في احلى من الشباب؟ وعشان كده بقى انا قررت اعمل حاجتين كلهم شباب. ايه هم يا حاج؟ هقولك. اهلا اهلا يا ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ايه مالك؟ في موضوع كده عاوز اتكلم معاك فيه من فتره طويله واخد رايك فيه، لكن هو موضوع حساس شويه. خير يا حاج؟ خير خير باذن الله. قول لي بس الاول يا عبد الله، هو لو واحد زي حالاتي يعني فكر يتجوز يبقى عيب ولا غلط؟ ايه العيب والغلط في كده؟ يعني والله كل ما اجي افكر في الموضوع ده الاقيني متردد وخايف. خايف من ايه؟ من العيال؟ عيال ايه يا عبد الله؟ انت عارف عيالي حتى مش بيفكروا فيا، مفيش غير مديحه وناوي اخد رايها ان شاء الله. وماله؟ الجواز مهم بالنسبه لك، وبعدين انت صحتك بسم الله ما شاء الله ولا اجدع شاب، وبعدين برضو انت محتاج لواحده ست تونسك وتاخد بحسك وتقف جنبي كمان يا عبد الله. بس انا خوفي ان الموضوع نفسه ما يبقاش مقبول. الا مقبول؟ قول انت عاوز بنت مين واحنا نجيبها لك لغايه هنا. مش قوي كده يا عبد الله، مش يمكن اهل العروسه والعروسه تقول لا ما اتجوزش راجل عجوز زي حالاتي كده؟ عجوز ده انت شاب وشاب جديد كمان. قول لي بقى مين هي العروسه؟ واحده ست بنت حلال قوي، وانا ناوي على الله اكون انا وكل ما املك تحت امرها. شوقتني. مين بقى بنت الحلال دي؟ بنتك يا عبد الله. تتجوزني انا؟ ايه هو طلب الجواز حاجه غريبه ولا انا مش قد المقام؟ لا ابدا يا عباس بيه، انا ما اقصدش، بس انا في الحقيقه مش بفكر دلوقتي في الجواز. مدام رحمه انتي لسه صغيره جميله ولسه قدامك الدنيا، واكيد اكيد لازم يبقى لك بيت واولاد واسره، وانا اوعدك انك تلاقي الحياه دي معايا. مدام رحمة انتي اجمل حاجة في الدنيا. اكيد نفسي يبقى عندي اسرة واولاد، بس كله باوان وكل شيء اسمه نصيب. معلش يا بابا نسيت المفتاح. ولا يهمك حبيبي، كنت عايزاك في كلمتين. سلمي الاول على الحاج ابراهيم. يا اهلا وسهلا، ده البيت منور. ازيك يا رحمه هاني؟ ازيك يا حاج؟ كويس يا رحمه هاني. ايه رحمه هاني دي يا حاج؟ انت بتتريق عليا؟ لا اتريق، هانم وست الهوانم كمان، اصل وحسب ونسب. ربنا يكبر بخاطرك يا حاج. قولي لي يا رحمه هاني، عندكم شربات؟ شربات؟ اه
عندنا الخير كله، بس ايه المناسبة يعني؟ اكيد في خبر حلو. حلو بالنسبة لنا، انا هتجوز ان شاء الله. الف مبروك يا حاج، ده خبر حلو قوي. مش هتسأليني مين العروسة؟ هو انا عرفها؟ انا اتكلمت مع ابوها وهو قال لي لازم ناخد رأيها، واديني قاعد قدامها اهو. تتجوزيني يا رحمة هانم؟ ده شيك بالمبلغ المطلوب والباقي عند التسجيل وقت ما تحبه. كده تمام جدا. تمام يا عباس بيه، ألف مبروك. مبروك عليا. مبروك يا باشا. ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. ازيك يا عباس؟ اهلا يا باشا. اخبارك ايه؟ خير. اقعد. قول، عرفت تشارك بكام مليون؟ 50 مليون يا باشا. ودول نسبتهم كام في المية؟ 5%. جميل، الف مبروك يا عباس، عقبال ما تعرف توصلهم لمية مليون كده. ربنا يسهل ويقدرنا مع الباشا. في الحوسه اللي انت فيها دي، محتاره طبعا، فكرت في الموضوع؟ انت شايف ايه؟ شوف يا بنتي، الحاج راجل محترم وبيحبنا، لكن دي حياتك وده اختيارك وده قرارك. سيبك من الحاج ده خالص، سيبك من العشره، سيبك من الخواطر، والقرار اللي انت هتقرريه انا هقف معاك فيه. بس لازم تعرف ان الحج ده مش عشرة يوم ولا سنة، ده عشرة عمر. بس انت برضو بنتي، يهمني مصلحتك واتمنى سعادتك. اسيبك بقى دلوقتي تفكري براحتك. زي ما انت قلت بالظبط، كل اللي قلته طلع صح يا حاج. انت عارف انا بقولك الكلام ده من قلبي. عارف يا حاج، عارف. بس اللي هيجنني يا اخي، سبحان الله، ترتيبات ربك. مش تحس كده لو كنت مكاني يا حاج ان الجدع عباس ده مفيش باب من البيبان بتاعتي الا لما يروح ويفتحها؟ يعني ايه اللي يخليه يروح يدفع مبلغ قد كده عشان يدخل شريك في المجموعه؟ وايه اللي يخليه قبل ما اطلب رحمه منك بساعات يروح هو يطلب ايه ده؟ مش غريبه دي يا حاج ولا ايه؟ هي غريبه، وانا بيني وبينك مش مستريح خالص، ولو سالتني هقول لها، بس هي لحد دلوقتي ساكته.
الموضوع. صباح الفل. يا صباح القشطة. ايه الفطار الجميل ده؟ كويس صحيح ولا مغيره؟ لا حلو قوي. لا انا مش شايفه. ميرسي يا حبيبي. انا نمت كتير قوي. ايه ده؟ نوم العواف يا عروس. اهلا اهلا يا حاج. صباح الخير يا هاني. صباح النور. صباح النور. انا جهزت اللي قلت لك عليه. حصل يا حاج. هتكون في حاجه ناقصه؟ طلباتك كلها اوامر يا حاج. نشوف. اتفضل. الجو روعة النهارده. شكرا. اي خدمه. هو انت طالب منهم حاجه مخصوص يعملوها لنا؟ ايه؟ لا دي مفاجأة. يا ابراهيم انت طول الوقت مفاجآت. لحد امتى تقول لهم؟ ده انت قمت من النوم دخلت على الحمام وبعدين نزلنا على طول. لا انا لو حطوا حاجه زي دي مش هطلبها من الاوتيل، انا طالبها من قبل كده. سمك؟ مفيش قوم بتفطر سمك بس مش احنا. صبرك بالله هتشوفي هتحبيها قوي. طيب. صباح النور. هتشال مشالتك؟ ايه رايك ولا نغيره؟ لا 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 تغير، ايه ده انا نفسي فيه من سنين. لا انا مش شفا. عسل ابيض. بجد مفاجأة. دي قشطة خليها هنا. هات الجبنة القديمة دي. كمان جبنة قديمة؟ عسل اسود من سرياوس. يا سرياوسي انت يا جامد. الله بالهنا والشفا. ميرسي يا حبيبي. لا بتعملي ايه انت كده؟ هتبوظي الاكله. ازاي؟ انا قايل لهم يجيبوا الفطير سليم عشان كده. كده اه اوكي. تسلم ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. روعة. خلي بالك عشان انا ممكن اقوم بالفطرتين طول النهار. انا والشفا. Thank you.
فندم اتمنى حضرتك تكون مبسوط معانا. انا انبسطت يا سيدي. المهم تسال الهانم. والهانم الاوتيل جميل قوي. ميرسي. ميرسي ذوقك يا فندم. المهم يكون عملت الحجز اللي انا قلت لك عليه. حصل يا فندم. في نفس الميعاد السنه الجايه ان شاء الله. شكرا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. الله يسلمك. نورتوني. ايه المفاجات دي؟ انت حاجز للسنه الجايه؟ اه عشان نحتفل بيه الجواز ده السنه الجايه ان شاء الله. يا حبيبي يا ابراهيم ربنا يخليك ليا. احنا رايحين فين دلوقتي؟ دي مفاجاه تانية بقى. وبعدين مفاجاتك دي بقى. الدنيا سكه ومليانه محطات صعبه وعشان تكمل افهم بقى اصول اللعبه فيها اللي فاز وعاش كبير فيها اللي ترتيبه الاخير ولا عمره يوم اتعلم الدنيا سكه ومليانه محطات صعبه وعشان تكمل افهم بقى اصول اللعبه